الثريد الجوينت اللي هي زي البار سكرو كده. هي زي البار سكرو، استخدم نفس التقنيه، لكن الثريد الجوينت هي الحاجات المتوصله بواسطه حاجات مع الوضع بواسطه استخدام الوضع. انا عندي الوصلات يا اما بيرمنت دائمه يا اما تمبري مؤقته. عايز اوصل حاجتين ببعض، اوصلهم ازاي؟ ممكن اوصلهم عشان ينقلوا قدره. زي ايه؟ زي بواسطه السيول، عندي عمود وعليه سير وعليه سير، والعمود الثاني عليه بكره وسير، العمود الثاني عليه بكره وبستخدم نفس السير. يبقى بنقل القدره اللي هي تورك واوميجا، بنقلها من عمود الى اخر. سواء الطاره كبيره او صغيره، يبقى بكبر الار بي ام واصغر التورك، او بصغر التورك او بصغر الار بي ام واكبر التورك على حسب. دي رقم واحد. من التمبر جوينت ما تقوليش تين جوينت، لا جوينت، لان انا بوصل عمودين ببعض بوصلهم باستخدام السيول زي ما نشوف بعد كده. ودي التقسيمه دي هتدلكوا في بدايه السيول تنشن لو يومين. الحاجه الثانيه التروس، هي زي السيول بس بتفرق في ايه؟ بتفرق في السنتر ديستانس ما بين الاعمده. لما يكون السنتر ديستانس قليل استخدم تروس، لما يكون السنتر ديستانس كبير استخدم بنت بوينت. طيب ايه تاني؟ السبلاينز، الاعمده مسننه وعليها جلبه مسننه ويدخلوا جوه بعض، وقت القدره من هنا دي تمبر اللي اقدر افكها واركبها اكثر من مره. نوع بقى تاني من الوصلات اللي هو الوصلات الثريد جوينت، او الوصلات المتوصله بحاجات زي الصامولة والمسمار اللي بيسموه بوتل نوت، زي الستاد اللي بيسموه جويد، زي الثرو بول المسمار المعدي اللي هو المسمار اللي فيه مسمار بيركب جوه نط او جزء مقلوص داخل الجسم نفسه. يعني ما بستخدمش نط او ما بستخدمش صاموله، بخلي الصاموله هي الجسم نفسه زي في الاغطيه لبعض الاشياء. كل دي بنسميها ايه؟ بنسميها تمبري جوينتس، يعني واصله مؤقته بفكها واركبها مليون مره. وزي ما قلنا كده، لو مفيش الوصلات المؤقته دي كنت اجي اغير زيت لما احرك سياره، اروح رميه جايب واحد غيره. ليه؟ عشان ما عنديش قدره على ان انا افك الصاموله وانزل الزيت القديم وافتح الغطا واحط زيت جديد وهكذا. البيرمنت جوينت زي ايه؟ زي الريفتس اللي هي وصلات البرشام. لو عديت كده على كوبري اسمنت تلاقي حاجات متكلمه كده ومنوره، هي دي اسمها مسامير برشام، محتاجه ان انا ادخل القطعتين مراد الاسقام او توصيلهم واجيب عمود، والعمود ده بيبقى من ناحيه راسه نصف كرويه، واحاول في الموقع ان انا اعمل الثانيه على شكل نصف كروي باستخدام ما يسمى بالبالسز او الفورم، الفورم يعني او الاشكال. بسخن المسمار ده واجيب الفورم وافضل ادق عليه من الناحيه دي والناحيه الثانيه عشان ياخد الشكل الكروي ده ويمسك الاثنين في بعض. النوع الثاني بقى اللي هو الويلدنج او اللحام، ده بتجيلي برضه بيرمنت جوينت، بس طبعا هو مع تطوره ومع تقدم التقنيات بتاعت اللحام ادى كتف للريبتس، وبقت الريبتس بتشتغل في الحاجات الخفيفه جدا، لان هي بتحتاج تجهيزات في الورشه، تجهيزات في الموقع وقصص وحكايات، لكن في حاله اللحام ما بيحتاجش معايا او مش محتاج الكلام ده كله زي ما هناخد الويلد جوينت. طيب نعرف بقى الثريدد جوينت از ديفايند از سبيرابل جوينت اوف تو اور مور ماشين بارز. سبيرابل يعني يمكن فصلهم، اقدر اوصلها واقدر افصلها وقت ما انا عايز، اوف تو اور مور ماشين بارز لجزء او اكتر من الماشين بارز. ممكن احط
حتتين فوق بعض احط ثلاثه فوق بعض واربطهم انا حر. That car hit together by means of a threaded fastening. ما اسمهاش بقى threaded joint، لا اسمها threaded fastening. Fastening اللي هو ايه؟ اللي هو المسمار والصاموله اللي هو سرود وورد اللي هو الستاب زي ما نشوف. Such as the boat and the oxygen. طيب الكلام ده بيديني features او بيديني مميزات او بيديني advantage على الحاجات التانيه زي ايه؟ Thread joint are detectable joint unlike welded joint. Detectable يعني قابلة للفك والتركيب مليون وملايين المرات. طبعا هي unlike welded joint. Welded joint عشان افكها محتاج ايه؟ ان انا اعمل destroying لحاجة. لو قدرت اعمل destroying للحام بالراحة كده يبقى فكيت الجزئين. لو ما قدرتش يبقى لازم احطم حاجه قصاد ان انا افكت الجزئين من بعض. The thread element can take the shape of bolt and nut screw or stud. الثريد element اللي هو بيوصل اللي هو الفاستنر اللي بيوصل الجزئين ببعض بياخد الشيب او ياخد الشكل اللي يكون صاموله ومسمار او مسمار وصاموله، ان يكون سكرو مسمار مقلوط، ان يكون ستارت جويد. الجويد اللي هو مقلوط من ناحيتين بركب جزء منه في الجزء المراد توصيله، احد الاجزاء المراد توصيلها بيعمل لي كما لو كان هو النط، وبعدين بحط الثاني بدون الوضع خالص، وبعدين بحطه في الـ نط. الثريد جوينت ار ريلابل. يعني ايه؟ جاية منها ريلايبيليتي. ريلايبيليتي يعني ايه؟ موثوقية او ايه؟ يعني انا بثق فيها، يعني انا بركبها انساها. ليه بقى؟ عشان في حاجة اسمها الويدج اكشن. الويدج اكشن يعني ايه؟ يعني المسمار متقلص، والقلوص ده بيديني شكل مسنن. هذا الشكل المسنن بيبقى ميل، وقصاده في النط او في الثقب المقلص في الميل بتاعته. لما بركبهم في بعض وبعمل تايتنج للمسمار فبيترفع المسمار عن الصاموله وبيحصل الويج اكشن. الويج اكشن اللي هو التصاق احد جانبي الالوز بتاع المسمار بجانب الالوز بتاع الصاموله، ويزود لي المساحه بتاعه الاحتكاك، ما تخليش المسمار يفك لوحده. يبقى لازم المسمار يحصل له تايتنج او يحصل له ضغط جامد عشان يزود لي ما يسمى بالويدج اكشن. وهذا الويدج اكشن هو عباره عن التصاق جنب من جانبي الالوز بالجنب الاخر اللي زي بتاع الصاموله، ويزود لي مساحه الاحتكاك ما يخليش المسمار يفك لوحده. And mechanical advantage is more and force required to tighten the joint is small. أنا أقدر أفك وأربط المسامير، المسامير بتتفك وتتربط في إيه؟ حاجة اسمها سبانر. سبانر يعني إيه؟ مفتاح. مفتاح اللي بيفك الرأس السداسي أو بالمفك أو باللقمة أو وات إيفر أنت بتفكها بإيه؟ المفك ده انت ما تقدرش تمسكه على الصاموله كده او المسمار من فوق، لازم يبقى ليه طول، وهذا الطول انت بتقرط عليه من هنا. لما تيجي تقرط عليه من هنا انت بتعمل دراع للعزم، وبالتالي بتقلل القوه او الميكانيكال ايفورت اللي بينزله البني ادم عشان يعمل تايتنج للمسمار. فده بالتالي بيديني حاجه اسمها ايه؟ الميكانيكال ادفانتج مور. بيديني الكاركتر البانش عالي، في نفس الوقت بيقلل لي الفورس الريكوايرد تو تايتن نتيجه ايه؟ نتيجه طول السبانر او طول اللقمه. الراجل بتاع الكاوتش لما بيجي يعمل يقرط المسامير بتاعت الكاوتش بتاعت العربيه النقل بيعمل ايه؟ بيركب اللقمه وبيجيب عتله طويله قوي ويقف عليها ويقعد يتنطط كده لغايه ما يعمل تايتن للمسمار عشان العجله المسمار ده ما يفكش وانت ماشي، والعجله كتير وتاذي
الناس اللي حواليك. الثيرد جوينت ده سمول اوفر اول دايمنشن ريزلتنج ان كومباكت كونستراكشن. الكونستراكشن بتاعها بيبقى كومباكت، ممكن اقلل الحجم بتاع المسمار وازود العدد بتاعه، يبقى بالتالي انا بعمل له حاجه صغيره كده عشان الاوفر اول دايمنشن بتاعته تبقى صغيره، وبالتالي يسهل التداول بتاعه. The threads are self-locking. هو بيقفل مع نفسه نتيجة التايتنج، وزي ما قلنا الويتش اكشن بيعمل لي ايه سيلف تايتنج. Therefore, thread joint can be placed in any position. لو هو بيعمل سيلف تايتنج يبقى لو انا حطيت راسي وراس المسمار مازله لتحت ما عنديش مشكلة، لو انا حطيت راس المسمار طلع لفوق مش مشكلة، لو حطيته افقي مش مشكلة، لو مايل بأي وضع من الأوضاع بيديني كفاءة كويسة عشان هو سيلف لوكينج. بقول له سيلف لوكينج جاي منين؟ جاي من الويتش اكشن. هاي اكيورسي كان بي مينتين ان ثريدد كومبوننت. استخدم او يبقى في عندي هاي اكيورسي. يعني ايه هاي اكيورسي؟ يعني دقة عالية. دقة عالية نتيجة ايه؟ نتيجة الكومبيتيشن بتاع الشركات المنتجة للمسامير، المسامير والصواميل والستادز وكل الفاسنر زي بتنتج بكميات كبيرة وبتتباع في السوق. بتروح تشتريها كده من عند محل الاكسسوار أو محل قطع الغيار، أنا عايز مسمار كذا وعايز صامولة كذا، دي بتركب، دي جاية من الصين، جاية من أوروبا، جاية من أمريكا، يبقى بتركب حسب نوع العروض. بتركب مع اللي جاي من مصنع في مصر، مصنع في اوروبا، مصنع في اليابان، ما عنديش اي مشكله. The boss joined together by three joints can be detected as and when required. اقدر افكها، detached يعني اقدر افكها واربطها as when required. يعني في الوقت اللي انا عايزه والمكان اللي انا عايزه. Thread faster are standardized and the wide variety is available for different operating conditions and allocation. هي threaded fastener standardized. يعني ايه standardized؟ يعني وضع ليها مواصفات standard. على مستوى العالم بجيب المسمار العشرة، يبقى انا عارف القطر الخارجي بيساوي 10 مللي، القطر الداخلي بيساوي 8 مللي، طول المسمار على حسب عايز طوله كذا عايزه. انت بتوصف المسمار وتروح تشتري جاهز من المكان اللي انت عايز تشتريه. وده حاجه كويسه ان انا مش كل حاجه اصنعها، وعشان يبقى حاجه ستاندرد ما اقعدش اتعب نفسي في كل حاجه اعمل لها تصميم لوحدها. زي ما كل حاجه ليها ادفانتج ليها ايه؟ ليها ديسادفانتج، ليها عيوب. ايه العيوب؟ The thread joint requires hole in the machine part that are to be clamped. لو عندي جزئين عايز اعملهم clamped، انا محتاج يبقى في ثقب في الاثنين. وهذا الثقب محتاج ورشه، وهذه الورشه محتاجه يكون فيها دريل. This results in stress concentration. ده بالاضافه الى ان الهول اللي انا بعملها بتزود لي stress concentration زي ما خدنا في المحاضرتين اللي فاتوا. Near the threaded portion of the bar, such areas are vulnerable to fatigue failure. هتبقى معرضة للفاتيج failure. وقلنا ايه سر وجود الهول بيعمل لي stress concentration. هذا stress concentration بيؤدي الى failure، وزود اي نوتيشن او زود اي اخبار ده بنسميه فتيج فيلر. الثريد جوينت لوسن وون سبجكتد تو فايبريشن. ممكن لو انت عرضت الثريد جوينت الى فايبريشن خليتها تهتز جامد ممكن تفك معاك. عشان كده بزود عندي ما يسمى بالفاسنرز او باللوكينج.
اعمل لوجنج للنفط، اعمل قصص ثانيه هنشوفها دلوقتي ازاي ما نخليش المسمار والصاموله يفكوا من بعض حتى لو في او مع وجود الفايبريشن. بس ريجلت فاستر ار كونسيدر اير مور اوبستاكل اوف فور افشنسي، اللي هي التكلفه. التكلفه بتاعت وجود مسمار وطوق وصاموله وتربيط والكلام ده بتبقى مثلا 10 مرات قد ان انا اعمل الكلام ده بواسطه اللحام او بواسطه اي شيء اخر. ادي البيزك تايبس اوف سكرو فاستنر. النوع الاولاني اللي هو النوع اللي اسمه ايه ده بيسموه سكرو بوب. سكرو بوب يعني مسمار معدي، الاجزاء اللي هو رابطها ما فيهاش الاور. قطر اكيد خدتوا الكلام ده في رسم 2 او رسم بتاع سنه اولى. القطر بتقب اللي يعدي فيه المسمار قطره بيساوي 1.1 دي. دي حاجات ستاندرد انا ما اقدرش العب فيها ولا تقدر تلعب فيها. حاجات ناس كده قالوا ان انا لازم اعمل التوب اللي هيعدي فيه المسمار طالما هو مش مقلص لازم يبقى قطره بيساوي 1.1 دي. القطر 10 مللي يبقى ده قطره 11 مللي عشان يعدي المسمار من غير ما يجرح الارض. بعد كده بركب بوشر، بركب ورده، وبعدين بركب الصامونه عشان اعمل فاسلينج للجزئين. وزي ما قلنا عشان اعمل لوكينج للصامونه ما تفكش مع الفايبريشن هنقول ان احنا بنختار نوع الصامونه دي شكلها ايه، بنختار نوع النط دي شكلها ايه، بنختار اي انواع من الفاسلينج طالما الجسم معرض لفايبريشن واحس ان هو هيحصل له هيفكني في وقت من الاوقات. تاب بولت اند كاب ستون. تاب بولت ادي ده بيسموه تاب بولت، مسمار مقلص. طيب فين النط بتاعته؟ كل مسمار بيبقى له نط. ده فين النط بتاعته؟ النط بتاعته موجوده فين؟ موجوده في الجسم اللي بيتربط. عندي سلندر والسلندر دي فيها اي حاجه وعايز اربطها او اغطيها بغطا. يبقى بسيب الغطا قطر الثقب اللي فيه 1.1 دي عشان يدخل فيه المسمار، والثقب الثاني يبقى فيه ايه؟ الالاور. برضو اخدت فيه رسم واحد. الحاجات دي ستاندرد وما تقدرش تغيرها ولا انا اقدر اغيرها. اول حاجه بكتب ثقب. الثقب ده بطول معين حسب طول المسمار اللي انا هركبه. الديزاينر بيقول لك خد مسمار طوله كذا، ما بيقولكش على الباقي. يبقى انا بركب ثقب اطول من المسمار بمقدار دي على 2. يعني ايه؟ يعني هو الديزاينر قال لك المسمار ده هيخش مسافه 30 مللي وهو قطره كام؟ 10 مللي. يبقى انا بخلي ال 30 دي 35 مللي لان بضيف على الطول اللي انا هركبه مسافه تساوي دي على 2. تمام؟ بكتب الكلام ده بايه؟ بكتب بتعمل بايه؟ بالدريل. الدريل يعني ممكن تبقى اسم الماشين واسم التول. التول اسمها دريل. يبقى الدريل تعبناه لمسافه، المسافه دي تساوي ايه؟ طول الجزء اللي هيخش داخل الثقب بالاضافه الى دي على 2. بعد كده لما اجي اعمل ثريدنج الجزء ده لازم يتعمل له ثريدنج. هيتعمل له ثريدنج يعني هيتوسع. بعمل له ثريدنج بكتب الاول القطر ده بيبقى 0.8 دي. لو عندي المسمار 10 مللي يبقى بكتب الثقب ده ب 8 مللي. لو عندي 20 مللي يبقى بكتب ب 16. يبقى بكتب الثقب بمقدار 0.8 دي. طوله قد ايه؟ طوله بيساوي طول المسمار اللي هيخش زائد دي على 2. طيب لما باجي اقلص انا مش شايف الوز فين، يبقى لازم الاردجر الالوز الاسنان الاخيره بتاعته ما بتبقاش كامله، وفي نفس الوقت لو وصل النقطه دي وانا شغال عمال الف هيتلتت. لو اتقطم داخل الثقب يبقى بوظ لي الثقب وعمل لي مشكله كبيره. يبقى انا لازم اسيب ربع الدايمتر قبل ما اشيل دكر الالوز، يعني دكر الالوز يوصل الى مسافه اقل من طول الثقب بمقدار قد ايه؟
دي على 4 يبقى لو انا سايب 50 ملي متر او 5 ملي متر اسيب 2 ملي متر ونص من غير الوضع تحت هنا. وبعدين بعد ما اجي اركب المسمار هيبقى فاضل ما بين نهايه المسمار ونهايه الالاوز مسافه تساوي دي على 4. هذه المسافه ما بوصلش فيها المسمار لاخره. ليه؟ لان اول مجموعه اسنان من التاب اللي هو ذكر الالاوز بتبقى ميته يا دوبك تعلم. تيجي الاسنان اللي وراها توسع، تيجي الاسنان اللي وراها توسع لغايه لما اوصل الى القطر اللي انا عايزه. وبالتالي مجموعه الاسنان اللي في ربع الديامتر الاخراني دي بتبقى ميته، فممنوع ان المسمار يركب فيها عشان ما يحصلش دامج للالاوز، لان المسمار بيتفك ويتركب الاف المرات. يبقى مش كل مره هركب مسمار هشيله ارميه عشان حصل له دامج عشان انا ما عملتش اللي انا بقول عليه ده. يبقى there are a basic difference between through ball and tap ball. ادي الثرو هول زي ما قلنا كده، الجزء اللي فوق ده 1.1 دي، الجزء اللي تحت بدء ب 0.8 دي، وبعدين بقى بطول المسافه اللي انا عايزها بلس دي على 2، وبعدين بحلوظ بالطول اللي انا عايزه ونقص دي على 4، والمسمار بيبقى اخره اسيب نص الدامج. يبقى the tap bolt is turned into the threaded or taped hole in one of the parts being connected and not into another. ده بيخش في جزء من الاجزاء المراد توصله وليس بتركب له نار. الستارد قلنا الستارد عباره عن ايه؟ عن مسمار مقلوص من ناحيتين ملهوش هيد. طب بيركب ازاي؟ بعمل ثقب بنفس المواصفات. ادي المواصفه اهي، بيخش جزء من الستارت في جزء مقلوص من ناحيه وجزء مقلوص من ناحيه، في النص جزء مفيش فيه الاول. هذا الجزء اللي مفيش فيه الاول بيكون اقل من السكنس بتاع الغطاء او بتاع البليت اللي فوق، تمام؟ بسيب ادي ربع الدايمتر اهو، وتحت فيه ربع الدايمتر عشان الثقب، الكلام اللي احنا قلناه في التاب بول. وبعدين بركب المسمار. المسمار ده بعد ما يركب بركب عليه ووشر، وبركب على الووشر النار. طيب انا بستخدم ده ايه؟ اشمعنى ما استخدمش التاب بولت على طول؟ ده بستخدمه لما اكون عايز اركب غطا الحاجه، لما اكون عايز اركب الكاوتش بتاع العربيه. الكاوتش بتاع العربيه بيبقى فيه استردات راكبه عشان يديك مرونه او فليكسبيليتي انك تركب الاربع مسامير او الخمس مسامير ويبقوا في جايد ليهم، ما تقعدش تعمل يمين وشمال وتلف وتتعب. لا، ده في جويد طالع اربع بنود او اربع حاجات طالعه بتركبهم. طب لو ما ركبتش الكلام ده وعايز تركب مسمار تعمل ايه؟ لازم تعمل دليلين، دليل الناحيه دي دليل الناحيه دي عشان تركب الكاوتش وبعدين تركب الاربع مسامير. طب ما عملتش الدليل ده وما استخدمش الدليل، في شركات ما بتعملش كده، تعمل لك ايه؟ تعمل لك المسامير بتاعي اللي يركب فيها الكاوتش عباره عن دوائر وانت بتركب صامولة فقط، تمام؟ عندي بعد كده كام سكرو اللي هي مسامير المالوز ذات الكاب. عندي ممكن يبقى الكاب اكتاجونال او مسدس، يبقى تيليستر واخد كده شكل كروي او جزء كروي، جزء زي الطريقه الكرويه كده، لكن هنا واخد نصف كوره اسمه بوتوم. والفلات، الفلات ده بيبقى غاطس بغطسه في الجزء اللي انا بربطه بحيث ان هو يبقى وش الجزء العلوي او اللي اتربط ما فيهوش اي بتوقات، احط ايدي عليه كده املس تماما، مفيش بروز للمسامير، المسامير مش باينه زي بتشوفه في اللابتوبات والكمبيوتر والكلام ده، بتلاقي كل المسامير دي غاطسه تحت عشان ما تبقاش عامله لك
ممكن يبقى في بعض الشركات الكاميرا سوكت بتعمل لي سوكت بتفكك الالين كي، في الالين كي اللي هو الثلاثي بتاعه بيبقى خارجي، وعندي سوكت داخلي ثلاثي بركب الالين كي وبفك بتاعه. طبعا كل شركه لما تحب يعني تتباكس على راي المثل بتعمل ايه؟ بتعمل حاجه خاصه بيها. الالمان يعملوا لك مسامير ما حدش يستخدمها غيرهم، وعايزين مفك مخصوص، وعايزين مفاتيح مخصوصه، وعايزين كل حاجه مخصوصه عشان تتحضر الشغل بتاعه. في حاجات بتبقى خاصه زي كده اللي بيسموها ست سكرو، حاجات زي كده اللي هي فلات بوينت، وبعدين دوك بوينت، وبعدين كون مخروطي كون بوينت، وبعدين الهامبر بوينت ده برضو الين، وبعدين مخ مسك ده زي ده بس في الاخر بتاعه موجود حاجه زي كده اللي هو بيسموه كات بوينت. دي بيسموها ست سكرو، حاجات صغيره، حاجات رفيعه، حاجات اللي بتستخدم في الاجهزه الكهربيه في ال حاجات صغيره يعني. اللوكينج ديفايس، انا عايز اعمل لوكينج للصامولة عشان الصامولة ما تفكش بالفايبريشن، احط لها ايه؟ احط لها صامولة اوبر. الصامولة اللي فوق دي بيسموها جام نط، الجام نط بتبقى ارفع شوية من الصامولة الاساسية. الصامولة الاساسية اللي الصدر بتاعها بيبقى بوينت ايه، ارتفاعها بيبقى بوينت ايه دي، الصامولة دي بتبقى بوينت 6 او بوينت 5 الى بوينت 6، الدايمتر بتبقى رفيعه وبربط الاثنين في بعض. ايه اللي بيحصل لما بربط الاثنين في بعض؟ الصاموله دي بتعشق في الويج اكشن، الويج اكشن بتاع الصاموله اللي فوق دي بيعشق في الجدار بتاع الصابون، والثانيه الاثنين دول والصاموله الثانيه بتبقى نفس القصه. فبيبقى عندي الطول بتاع الغواص او المسافه اللي متعشقه او الويج اكشن كبر بقى دلوقتي 0.6 و 0.8 و 1.4، دي 1.4 دي كلهم المسافه دي كلها متعشقه، يعني كلها فيها ويج اكشن، يعني كلها فيها فريكشن، فكميه الفريكشن دي كلها ما بيقدرش الفايبريشن يتغلب عليها. هتقول لي طب احنا ما عملناش ليه صاموله تخينه كده 1.4 مره واحده؟ هقول لك عشان مش كل الاجزاء اللي انا بركبها بيبقى فيها فايبريشن وكده، في حاجات بتحتاج 0.8 دي وده الستاندرد اللي ماشي، في حاجات بتبقى بحط لها صاموله اضافيه اللي هي جامعه. يبقى انا خليت دي لوحدها وخليت دي لوحدها وخليت الاثنين يركبوا فوق بعض بالشكل ده امتى؟ لما انا نوع تاني من انواع اللوكينج ديفايس. انت جاي متاخر وهتعمل فيلم. النوع تاني من انواع الديفايس اسمه كاسل نط، الصاموله اللي على شكل القلعه. يبقى عندي صاموله الجزء منها على شكل سداسي زي كده، وبعدين الجزء اللي فوق مستدير اسطواني، وقطعت فيها ست قطعات كل اثنين قصاد بعض يعني على شكل سداسي، وبعدين بكتب المسمار ده ثقب معين وبدخل فيه حاجه اسمها سبليت بين. سبليت بين دي يعني اسمها تيله، بدخل التيله، التيله تبقى على شكل دائري من ناحيه والناحيه الثانيه عدله، وبعدين باجي ادخلها من الثقب ده وانا اروح تانيها الناحيه دي وتانيها الناحيه دي. دي هتمنع او هتخلي النط دي ما تطلعش ابدا، لان هي بتعمل لها ايه؟ بتعمل لها لوكينج. امتى؟ لما يكون الفايبريشن عاليه جدا. طبعا الكاسب النط دي بتبقى اعرض من النط العاديه، بتصل الى 1.2 الديامتر. طب تقول لي ليه ما عملناش كل الصواميل كده؟ دي من النوع اللي انا اخاف جدا
من ان الصاموله تفك. يعني لو الصاموله فكت يبقى هتحصل كارثه، وبالتالي انا مش مسموع لان الصاموله دي تفك باي شكل من الاشكال. الكلام ده شفتوا التطبيق ده فين؟ التطبيق ده شفتوه كده مرورا كده، شفتوه فين؟ الناكل جويست. تمام. طب ليه انا هنا الناكل جويست ما كانش فيها ولا وزر ولا حاجه، ده كان مسمار مش مقلوط، بس انا عملت فيه ايه؟ حافظت على المسمار ما يطلعش ما يقعش، لان المسمار لو وقع يحصل ايه؟ انا جاري المقطوره وجاريها بايه؟ بسياره، والوصله ما بين السياره وبين المقطوره ايه؟ ناكل جوينت. والمسمار ده خدت مطب، راح المسمار ده نطر لفوق وطار، ايه اللي هيحصل؟ المقطوره هتمشي لوحدها، تتحرك زي ما هي عايزه، وتبهدل في الناس اللي ماشيه، وتبهدل في العربيات اللي ماشيه، وتبقى قصه طويله وعريضه. عشان كده انا استخدمت ايه؟ سبليت بند منعا لنطر المسمار من مكانه عشان ما يعمليش كارثه. يبقى في الحالات اللي انا ببقى محتاج تايتنج عالي جدا، ومش شرط التايتنج يبقى عالي جدا، المهم المسمار ما يسيبش الصاموله تحت اي ظروف. نوع تاني من من انواع اللوكينج ان انا بشق الصاموله، بيسموها صاموله مشقوقه. بشق الصاموله بالشكل ده لغايه المنتصف، وبعدين بربطها عادي، وبعدين باجي اعمل توب هنا، والتوب ده بحط فيه ست سكرو او ده بتتقطع بالمنشار، بس المنشار سكر. وبعدين المسمار اللي انا عامله ده بيبقى اسمه كاب سكرو، مسمار رفيع خالص غاطس ما بيمامش، وبعدين بقلوز الجزء ده وبربطه. لما بربطه بيعمل ايه؟ بيزود التايتنج بتاع او اللوكينج بتاع الصابونه، ما خلاهاش تفك. ممكن اعمل حاجه ثانيه ان انا احط ايه؟ على الصاموله الاستيك بيس. الاستيك بيس دي بعد ما بتبقى مش مقلوطه، واول ما تركب في المسمار، المسمار نفسه بيعمل كانه تاب، كانه ذكر الوز، بيروح مقلوط لي حته البلاستيك اللي في نهايه الصاموله. يعني الصاموله دي في اخرها بتبقى جزء بلاستيك، بربط الصاموله الجزء البلاستيك، المسمار بيخلق لنفسه مكان فيه، وبالتالي بيبقى معشق من فوق ومن تحت. يعني بزود مساحه الوجه اكشن او مساحه الاحتكاك عشان تزيد، وبالمره بركب له ما يسمى بالست سكرو، عشان الست سكرو ده يقفل على المسمار، ما يخليش المسمار يتحرك يمين ولا شمال. احط حاجه اسمها سبرينج ووشر. شفت السبرينج ووشر؟ عباره عن ووشر. ووشر يعني ايه؟ ورده. الورده دي هتعطاها من حته من ناحيه، وبعدين تنتها كده، رفعت جزء لفوق ونزلت جزء لتحت، بقت بالشكل ده، اتقطعت اهي من هنا ورفعت جزء لفوق ونزلت جزء لتحت. طب ايه اللي بيحصل بعد ما تتربط؟ بيسموها ورده سوسته. سوسته يعني ايه؟ انا خليت في سبرينج اكشن لفوق، لما رفعت دي لفوق خليت فيه سبرينج اكشن، ولما نزلت دي لتحت خليت فيه سبرينج اكشن، عشان دي لما اجي اربط الصاموله عليها بيحصل لها ايه؟ بتتلم مع بعض. لما تتلم مع بعض السبرينج اكشن بتاعها عايز يعمل ايه؟ عايز يرجع زي ما كان، وضعه الاساسي ده هو مش قادر، فبيروح ضاغط على الصاموله. لما بيضغط على الصاموله بيخليها تعمل ايه؟ تزود مساحه الاحتكاك او تزود الوجه اكشن. كل دي انواع من انواع اللوكينج ديفايس. قال الترمينولوجي بتاعت السكرو، عندي ما يسمى الميجور دايمتر. ميجور دايمتر ساعات بيسموه النومينال دايمتر، اللي هو القطر اللي انا بروح اشتري فيه مسمار. اسمه ايه؟ اسمه ميجور دايمتر. عايز مسمار 10 يبقى القطر الخارجي اهو اسمه بيساوي 10 ملم. طيب البيتش دايمتر، البيتش دايمتر ده مش هتقدر تلاحظه، بس حسب البيتش بتاع السكرو اللي هي المسافه ما بين
قمتين متتاليتين او قاعين متتاليتين يبقى اسمها البيتش. الخطوه بتاعه الالاورد لما اجي اعمل ديزيجنيشن الالاورد بقول ام يعني متر ثريد، بقول النومينال دايمتر 10 في 1 ملم اللي هو ايه البيتش، او 10 ام 10 في 1 ربع او 1.5، يبقى الواحد ربع او الواحد ونص دي هي ايه؟ هي البيتش. لما بتروح تشتري مسمار ما بتقولوش انا عايز هات لي مسمار 10، هيقول لك 10 بكام؟ يبقى لازم الديزيجنيشن بتاع المسمار يبقى اول حاجه ام يعني متر ثريد، وبعدين النومينال دايمتر بتاع المسمار، وبعدين في البيتش، وبعدين على اللينس. اللينس بتاعه كذا، اللينس بتاعه بيحسبه من اول المسافه المعوضه، او بيحسب الطول كلي على حسب نوعيه المسمار والشركه المنتجه. البيتش دايمتر ده طبعا مش محسوس وانت مش هتقدر تشوفه ولا تقدر تقيسه. بعد كده الماينور دايمتر اللي هو الدايمتر اللي تحت خالص اللي هو ما بين القاع والقاع ثرو القطر بتاع المسمار. طيب في الصاموله المسمار بيتكتب سمول دي، الصاموله بتتكتب كابيتال دي. الميجر دايمتر بتاع الصاموله هو كابيتال دي، الماينور دايمتر بتاع الصاموله هو دي نوت، كابيتال دي نوت. والكابيتال دي نوت ده بيساوي قطر الثقب اللي هي الثقب البي، لان في هنا الميجر دايمتر هو قطر المسمار قبل الالوظه، وبعدين لما الوظته خفضت قطره الى الدي نوت. لكن بالنسبه للصاموله العمليه العكس. ليه؟ لان انا بدخل الثقب الاول يبقى تعبت الدي نوت الاول، وبعدين وسعت الثقب ده باستخدام التاب او قطر الاول عشان يصل الى الدي اللي هو النومينال دايمتر بتاع المسمار. لازم دول يبقوا مترابطين ببعض، ما ينفعش ميجر دايمتر دي او مسمار 10 يركب في صاموله 20، او يركب في جزء معلوظ 20، ما ينفعش الكلام ده خالص. طبعا القمه اسمها كريست والروت اسمه او القاع اسمه ده. ده البيزك دايمنشن فور ايزومتريك سكرو ثريد، ده بيسموه كورس سيريز. يعني ايه كورس سيريز؟ هتلاقي الدايمتر هو هو، هتلاقي النومال الدايمتر هو هو، هتلاقي البيتش هنا كورس. كورس يعني ايه؟ يعني ضخمه يعني كبيره. هتلاقي البيتش هنا اعلى من الفاين ثريد. يعني في الكورس ثريد ايه اللي بيختلف عن الفاين ثريد؟ في الكورس ثريد هتلاقي البيتش هنا كبيره. يبقى لما بقول عايز مسمار 10 او مسمار 4 ملي، بقول عايز مسمار 4 في ايه؟ في 0.7، يبقى اعرف ان المسمار ده موجود في الكاتيجوري بتاعت الكورس ثريد، والراجل بيجيبه لي مسمار قطره كبير او القطر الخارجي بتاعه 4 ملي متر، والبيتش بتاعته 0.7. الماينور دايمتر بتاعته اهي بالنسبه للمسمار وبالنسبه للصاموله. خلي بالك في خلوط صغير هنا 1.1 ملي متر ما بين المسمار والصاموله عشان يبقى فيه يعني المسمار ما يخشش يجرح في الصاموله، يبقى ايه؟ يعني في خلوط بسيط موجود. ويديني التنسايل ستريس بتاعه. هتلاقي بعض المسامير مكتوب على الراس بتاعها 8.8 على الراس بتاع المسمار كده. هيبقى مكتوب كده 8.8 اللي هو ده. هتلاقي ان التنسايل ستريس بتاع التنسايل ستريس اريا هي 8، لكن ال 8.8 الثانيه هي الشير ستريس اللي يقدر يستحمله هذا المسمار، بتبقى في المسامير الصغيرة. ده الفاين سيريز. هيقول لي ام 6 في 1، ده هنا بيبدا ب 6 ملي، ام 6 في 1 6، والبيتش بتاعته ايه؟ 1 ملي متر. يبقى اعرف على طول ان ده الجدول بتاع الفاين سيريز.
لما اجي اجيب قطر المسمار يطلع لي قطر المسمار مثلا 7.32. اقول للراجل انا عايز مسمار 7.32، ها ما ينفعش، اروح جاي على الجدول اللي هنا اشوف انا عايزه فاين ولا كورس، اشوف الجدول هنا اقرب حاجه ليه ال 7.32 هي ال 8. عندي نوعين، 8 في 1 وربع و 8 في 1، اختار اللي انا عايزه حسب البنش اللي انا عايزه. طيب عايزين نشوف اناليسز للفورسز المؤثرة على المسمار. المسمار لما بعمله تايتنج بيحصل فيه ايه؟ بربط هنا الكلام ده فبيحصل لي تو فورسز هنا، تو فورسز هنا بي ودي، ويبقى سيجما تنسايل المؤثرة على البولت بتساوي بي على الاريا اللي هي باي على 4 في دي اقل دايمتر اللي هو دي سي في دي سي سكوير. ده بقارنه بمين؟ بقارنه بسيجما تي. سيجما تي ايه؟ اللوجر كده بتاعت ايه؟ الماتيريال اللي صنع منها المسمار. المسمار قال لي انه مصنوع من ماتيريال كذا، سيجما اي اللي في التنشن بتاعه كذا، فاقسمه على الفاكتور اوف سيفتي اطلع الاول ستريس بتاع المسمار. المسمار ده يستعمل قد ايه؟ فبجيب الدايمتر ده التايتن فورس اللي انا بحطها او بعمل لها ابلكيشن بتساوي بي الفورس المؤثره، بقسمه على الاريا بتاعت المسمار. كل الهدف بتاعي انا مش عايز الفورس، انا عايز مين؟ عايز بدور على مين؟ ها؟ بدور اروح اجيب مسامير، اروح اشتري مسامير، بدور على مين؟ قطر المسمار. واقول له وانا بالمره كده وانا بقول انا عايز قطر المسمار، اقول له انا عايز الماتيريال بتاعته كذا عشان يقدر يجيب لي كذا. يبقى انا اخترت المسمار اللي هو الماتيريال بتاعته كذا، بروح اشتريه طبقا للدايمتر اللي طلع لي من هنا طبقا لل. احيان اخرى يديك قطر المسمار ويقول لك شوف يستحمل قد ايه. يبقى كده المساله اتعكست، قطر المسمار عندي، الماتيريال اللي هو اصطنع منها موجوده عندي، يبقى سيجما اللوبل موجوده عندي، يبقى بضرب سيجما اللوبل في الاريا بتاعت المسمار اطلع الفورس اللي هو يقدر يستحملها. يبقى ادي الفورس اللي هو يقدر يستحملها بتساوي باي على 4 في بي سي سكوير مضروبه في سيجما اليل سترينث في التنشن مقسومه على الفاكتور اوف سيفتي اللوبل. طب الكلام ده لو كان ايه؟ لو كان المسمار في حالة تنشن. طب لو كان المسمار في حالة شير، يبقى الشير اريا بتساوي باي في دي سي، باي في دي سي بتساوي ايه؟ باي دي بتساوي ايه عموما؟ المحيط بتاع المسمار عند الدي سي باي دي، دي باي ار سي مضروب في ايه؟ في الاتش، الاتش اللي هي ارتفاع الصاموله. يبقى دي بتساوي الاريا بتاعت الشير. لو المسمار هيتقص كده هيبقى يتقص من عند الصاموله، يبقى الاريا بتاعت الصاموله او الجزء بتاع الصاموله اللي فيه اللي واخد المسمار هو الجزء اللي هو ارتفاع الصاموله. يبقى البي اللي هي الفورس بتساوي باي دي سي في اتش في سيجما اللي يبدي في حاله الشير على الفاكتور سيفتي. طب هو ما ادانيش سيجما اللي يبدي في حاله الشير، اجيبه منين؟ يساوي سيجما اللي يبدي في حاله التنشن مقسوم على كام؟ على 2. محدش يقول لي الاثنين دي عشان في دبل شير، لا، الاثنين دي جايه منين؟ جايه من ان سيجما اليلد في حاله الشير بيساوي نص سيجما اليلد في حاله
التنشن عشان كده قسمت على اثنين. خلي بالك الاتش بتساوي 0.5 دي سي بتاع الصاموله، والدي سي بتساوي 8 من 10 يبقى الاتش بتساوي 4 من 10 دي. وخد دايما وابدا خد الاتش بتساوي 8 من 10 دي او الستاندرد بتاع الصاموله بيساوي 0.8 دي دي الستاندرد. طيب خلينا نشوف مثال ازاي بنعالج القصه دي. يقول لي انا الكتريك موتور، بتلاقي فيه مواسير الكهرباء كده فوق الموتور، في الاخر كده فيه مسمار معوض او فيه اي بولت زي كده، ده اسمه اي بولت، مسمار بعين عشان اقدر اعمل هوكينج للموتور منه، خصوصا مواسير الكهرباء بتبقى تقيله عشان الجسم بتاعها بيبقى ظهر والراوتر والنحاس اللي فيها والفلتر كتير فبتبقى كتير. قال لي موتور وين 10 كيلو نيوتن بيشيل 10 كيلو نيوتن از ليفتد باي مينز اوف ان اي بولت از شون ان فيجر. ذا اي بولت از سكرود انتو ذا فريم اوف ذا موتور. ذا اي بولت هاز كورس ثريد. يبقى هو قال الاي بولت ده كورس ثريد، لما اجي ادور في الجداول يطلع لي الدامبر واروح اجيب الستاندر من الجداول ادور فين في الجداول بتاع الكورس ثريد. اتس ميد اوف بلين كاربون ستيل 3C8 30C8 اهو سيجما اي في التنشن بيساوي 400 نيوتن بير مليمتر سكوير اند ذا فاكتور اوف سيفتي 6. معلي الفاكتور اوف سيفتي ليه؟ حفاظا على الممتلكات، لو الموتور ده وقع هيتكسر ويحصل له دامج او هيقع على دماغ حد يعني هيجيب اجل. يبقى ديتيرمن ذا سايز اوف ذا بولت، المساله مباشره. مباشره يعني ايه؟ يعني عايز مديني اللود 10 كيلو نيوتن وطالب مني ايه؟ الدايمتر او السايز بتاع البولت. تبقى مساله مباشره على طول. مديني البي بتساوي 10 كيلو نيوتن، مديني سيجما اي في حاله التنشن بيساوي 40 كيلو نيوتن بير مليمتر سكوير والفاكتور اوف سيفتي 6. اول حاجه اعملها اجيب البرميسابل تنسايل ستريس، يبقى بجيب الالوبل تنسايل ستريس بيساوي سيجما اي في حاله التنشن اللي هي 400 مقسومه على الفاكتور اوف سيفتي، يبقى 400 على 6 تطلع 66.67. يبقى المفروض الاستريس اللي هيقدر يشيله البول هو الاستريس ده ما يزيدش عن الكلام ده. يبقى السايز اوف بول سيجما تي بتساوي بي على الاريا بتاعت البول، والاريا هي الدي سي. يبقى حطيت السيجما تي بالسيجما الاول و 10 كيلو نيوتن 10 في 10 في 3 على باي على 4 في دي سي تربيع، المجهول هنا ايه؟ دي سي تربيع طلعته بتساوي 13.82. ده الدي سي. يبقى الدي بيساوي دي سي على 0.8. دايما القطر الداخلي بيساوي 0.8 القطر الخارجي. يبقى بقسم الدي سي اللي انا طلعتها على 0.8 يطلع لي 17.27. واروح الجدول اللي هو 7-1. ادي الجدول اللي هو 7-1 وادور على 17.7 الاقي عندي فيه 16 وفي 20، لان هو قال لي ايه؟ قال لي فورس ثريد. انا لسه قاعدين فجيت قعدت معاك مش عارف. طيب انا قعدت انتظارك. انا مستمتع قوي. ما هو هنا عشان هو قال لي فورس سيريس على وولت فورس مش فاين، ولقيت ان الدايمتر اللي طلعت 17 وشويه في عندي 16 وعندي 20، يبقى ما اقدرش اخد 16 على طول باخد ال 20 في اللي هو مديهوني، يبقى 20 في
2.5 النومينال دايمتر 20 قطر الخارجي 20 والبيتش بتساوي 2.5 ملي. نعم 8 من 10 القطر الداخلي بتاع الغلاوز اللي هو الدي سي بيساوي 8 من 10 قطر كبير دي ستاندرد معروف. احنا نلاقي 100 مره النهارده مش قلنا لما يكون عندي قطر كبير 10 ملي من القطر الداخلي اللي هو الدي سي بيساوي ايه؟ 0.8 دي. المسألة اللي فاتت كانت على ايه؟ لما يكون البولت معرض لايه؟ لتنسايل. وريتك المثال بشيل بيه حاجة. طيب المثال التاني بيقول لي ايه؟ تو بليتس are fastened by means of two bolts as shown. عندي اثنين بليت، واحدة بتتشد من فوق واحدة بتتشد من تحت، والاثنين التو فورسز دول بي، والتو بليتس ممسوكين في بعض بمسمارين. يبقى المسمارين دول under tension or under shear؟ shear. under shear. The bolts are made of plain carbon 30 سي 8 سيجما يلد بتاعتها 400 مليون سكوير فاكتور 6 = 5 يتم ذا سايد اوف ذا بولت والبي بتساوي 5 كيلو متر. برضه المساله مباشره، بس ايه الفرق بين دي وبين اللي فاتت؟ ان هنا المساله اندر شير. دي الفرق بين المساله دي والمساله اللي فاتت. البي بتساوي 5 كيلو نيوتن، سيجما يلد الماتيريال بتاعت البول في حالة التنشن 400 نيوتن بير مليمتر سكوير فاكتور اوف سيفتي بيساوي 5، يبقى البرميسابل شير ستريس سيجما يلد في حالة الشير بيساوي نص سيجما يلد في حالة التنشن، نص في 400 يعني 200، يبقى تاو الالاو شير ستريس بيساوي 200 على فاكتور 5، يبقى الالاو شير ستريس بيساوي 40 نيوتن على مليمتر سكوير. هذا ال 40 نيوتن اهو انا عندي مسمارين، يبقى عندي تو ارياز، يبقى الشير اريا للاثنين بولز بيساوي 2 في بار على 4 في دي سي تربيع، يبقى ال B بتساوي لا انت يكون في دبل شير، ما يبقوا ثلاثة بليتس، ما يكون الثلاثة بليتس، لكن فين الشير اريا موجودة؟ فين موجودة؟ هنا فقط. طيب في حالة الشير احنا في حالة التنشن حسبنا على اصغر اريا، في حالة الشير هنا بنحسب على اكبر اريا، حسب على الديامتر النومينال على طول، يبقى حسب على الدي، يبقى طلع الدي من هنا بتساوي 2 عشان مسمارين، لو عندي 4 مسامير اللاين برضه بضرب في 4، لو عندي 20 مسمار بضرب في 20، طالما مش استاجر، طالما مش موجودين متكررين، طالما ان لاين يبقى بضرب في عددهم، وال البي دي موجوده والشير ستريس موجود، يبقى المجهول هنا هو الدي. طلعت الدي بتساوي كام؟ 8.92 يعني تقريبا 9 ملي متر. لما اروح اجيب ما قاليش هنا فاين ولا كورس، مش كده؟ هو قال لي هنا فاين ولا كورس، ما قاليش، يبقى انا اختار زي ما انا عايز. هو اختار من 7.1 الفولت اللي هو 10، ده 7.2 الفولت اللي هو 10 ام 10، طلع ام 10 و
البيتش بتاعته واحد تبقى عندي ام 10 في واحد طيب لما يكون المسامير بقى استاجر يعني يعني مرصوصين مع بعض في اكسبريشن كده اسمه رجل غراب يعني دول بينهم مسافتين ودول بينهم مسافه واحده ودي موجوده في الفراغ اللي بين المسافه دي يعني استاجر على شكل حرف دبليو لو هما خمس مسامير اول حاجه بجيبها ايه بجيب الاكس بار ايه هي الاكس بار مكان او الاحداث السيني لمركز الاول بتاع المسامير دول كلهم اعتبر ان ايه واحد دي موجوده فين انت بتتكلم ليه يا حاج الايه واحد دي موجوده فين في بوزيشن اكس واحد واي واحد والايه اتنين اكس 2 واي 2 والاي 3 والاي 4 وهكذا طب انا عايز اجيب الجي عشان انا مش هقعد امسك كل مسمار اعمله لوحده لان اعتبر ان دول موجودين كما لو كانوا الخمس مسامير دول متجمعين في منطقه واحده او في نقطه واحده بسميها الجي او السنتر اوف جرافيتي بتاعه الخمس مسامير او العشر مسامير او المليون مسمار اللي محطوطين فين؟ محطوطين على شكل استاجر وليس ان لاين لو ان لاين اعمل ايه النص كده المساله اللي فاتت انا عندي اتنين ان لاين لو بقوا 3 يبقى اضرب في 3 لو بقوا 5 يبقى اضرب في 5 لو بقوا مليون يبقى اضرب في مليون لكن هنا دول ايه استاجر فحددت لهم مكان اسمه الجين احداثياته ايه اكس بار اتجاه الاكس واي بار في اتجاه الواي اكس باي بتساوي اكس بار بتساوي ايه الاريا بتاعه المسمار الاولاني مضروبه في الاحداث السيري بتاعه يعني ايه 1 اكس 1 زائد ايه 2 اكس 2 زائد الى ايه ان اكس ان مقسومه على مجموع الاريات دي ايه من 1 الى ان بعد كده سيجما يبقى الاكس بار بتساوي سيجما ايه 1 سيجما اي اي اكس اي على سيجما اي اي واحد يقول احنا نشطب الاي اي مع الاي اي اللي تحت ينفع ها ينفع ما ينفع بالمثل اجيب الواي بار بيساوي سيجما الكلام ده اخدناه في مركز الثقل في المحاضرات الاونلاين السابقه الواي بار بيساوي سيجما اي اي واي اي على سيجما اي حيث بقى الـ A1 والـ A2 لغاية الـ AN The cross section area of the board مسامير كلها identical ده مش option ده فرض كل المسامير دي كلها زي بعض وقلنا زي بعض ليه؟ عشان ما نروحش ليه اشتريها من دكان واحد ما اعرفش اجيب المسمار ده من عند البقال ده والمسمار ده من عند المعرفش The coordinate x i y x 1 y 1 x 2 y 2 and x i y i indicate the position of the ball center with respect to the origin. G is the center of gravity of the group of balls. The coordinate x bar y bar indicates center of gravity بتاعت G. خلاص احنا جبنا ال x bar وال y bar. عندي نوعين من انواع الشير. في حاجه اسمها دايركت شير. دايركت شير لو الفورسز دي بتتاثر بفورس الفورس دي بتشد التو بليتس المربوطين بواسطه البوتس للستاجر دي يبقى عندي زي ما قلنا نوعين من الشير النوع الاولاني كل الفورسز متساويه بتساوي ايه بتساوي البي الفورس الاصليه مقسومه على النمبر فورس يبقى بي 1 داش بيساوي بي 2 داش بيساوي بي 3 داش بيساوي بي 4 داش بيساوي بي 5 داش بيساوي بي اي داش فبتساوي قيمه البي على النمبر اوف فورس طيب عندي البي في اي ده البي 1 دبل داش اسمه ايه؟ اسمه السكندري شير ليه؟ لان انا هجيب البي زي ما اجيبها هنا البي في اي البي موجوده بعيد هنا
بتجيلي هنا بتعمل لي ايه؟ ممرة. او الفورس لما بتتنقل لمكان ما بتتنقل بايه؟ فورس ومومنت. الفورس اللي هي دي متقسمة على الاربع مسامير دول، يبقى كل مسمار نصيبه قد ايه؟ متساوي دي على اربعة، سواء اذا كانت تأثير فورس شير فورس او اذا كانت تنسايل فورس. لما الفورس دي تتنقل من مكانها هتتنقل بالفورس دي بالاضافة لايه؟ للمومنت. المومنت اسمه ايه؟ بي في اي. بوزعه على الاربع مسامير اللي عندي او الخمس مسامير اللي عندي او المليون مسمار اللي عندي، بحيث ان دي في اي بيساوي دي 1 دبل داش مضروبه في ايه؟ في ار 1 زائد دي 2 دبل داش مضروبه في ار 2 زائد دي 3 دبل داش او دي 4 دبل داش مضروبه في ار 4 زائد دي 3 دبل داش مضروبه في ايه؟ في ار 4. تمام؟ يبقى ال بي في اي بيساوي دي 1 دبل داش في ار 1 زائد دي 2 دبل داش في ار 2 دي 3 دبل داش في ار 3 زائد دي 4 دبل داش في ار 4. طيب دي 1 دبل داش انا عارفها ولا مش عارفها؟ عارفها انا ولا مش عارفها؟ انا عارف ال بي 1 وال بي 2 وال بي 3 وال بي 4 بيساوي دي على النمبر اوف بوت. طب ال بي 1 داش 1 دبل داش ما اعرفهاش، ال بي 2 دبل داش ما اعرفهاش، لكن اعرف ال بي في اي او بالتالي، والار 1 عارفها والار 2 عارفها والار 3 عارفها والار 4 عارفها. يبقى بقول ان بي 1 دبل داش بتساوي سي في ار 1، حيث السي بيساوي ايه؟ السي بيساوي بي في اي المومنت مقسومة على ار 1 سكوير زائد ار 2 سكوير لغاية ار ان سكوير، يعني سيجما ار اي سكوير. بجيب من هنا قيمة السي اضربه في ار 1 اجيب ال 1 دبل داش، اضربه في ار 2 اجيب ال بي 2 دبل داش، اضربه في ار 3 اجيب ال بي 3 دبل داش، اضربه في ار 4 اجيب ال ار 4 ال بي 4 دبل داش. يبقى بي 1 دبل داش بتساوي بي اي اللي هي المومنت ده مضروب في ار 1 تمام مقسوم على الكلام ده، حيث ار 1 على الكلام ده ادي بي اي على الكلام ده بيساوي سي، والبي 1 دبل داش بيساوي سي في ار 1 تمام. طب احنا بعد جبنا قيمه البي 1 داش والبي 1 دبل داش اعمل لهم ايه؟ بعمل لهم ادنج ذم فيكتوريال. يعني ايه ادنج ذم فيكتوريال؟ اجمعهم فيكتوريال. اجمعهم فيكتوريال ازاي؟ دي ماينس ودي ماينس، اروح محلل الاثنين واجيب الفورس الافقيه واجيب الفورس الراسيه عند كل نقطه من النقاط دول، فورس الافقيه الفورس الراسيه بجمعهم الى فورس واحده هي البي اللي هي محصله البي 1 داش والبي 1 دبل داش. بعد كده بساوي الكلام ده بايه؟ بساوي الكلام ده بالبي. هنشوف مساله اهي عشان توضح لنا القصه. The structural connection shown in figure is subject to an eccentric force B. The force D eccentric. ليه eccentric؟ عشان مش متمركزة، يعني مش بتعمل شير على البوتس على طول ومش بتعمل تنسايل على البوتس على طول، ده هي في جنب كده واقفه في جنب ومعلق. ادي براكت ضغطه بره باربع مسامير في حيطه وفي قائم، وبعدين معلق فيه ثقل هنا، الثقل ده اللي هو بي. وعايز اشوف المسامير دي اجيبها ازاي او اركبها ازاي. تمام؟ عايز اجيب قطر المسمار الواحد. طبعا لازم اعرف ان مهما كان حتى لو كان المسامير دي الفورسز اللي موجوده عليها مختلفه لازم اجيبهم كلهم مقاس واحد. وزي ما قلنا ليه؟ عشان التركيز. يبقى الفورس دي 10 كيلو نيوتن وكان اكسنتريك اوف 500 ملم، يبقى هو اداني الاي دي قال الاي 500 ملم وعندي اربع مسامير والجي هو ما قاليش الجي دي مكانها فين انا لازم اجيبه. ب
بس اداني الاكسنتريستي من الجي بتاع المسامير مقدارها 500 ملي متر. السنتر ديستانس بتوين البولز واحد واثنين 200 ملي متر. والسنتر ديستانس بتوين واحد وثلاثة بيساوي 150 ملي متر. يبقى المسافة من هنا لهنا 200، المسافة من هنا لهنا 150. All the bots are identical. هو ذكرها هنا حتى لو لم يذكرها انت لازم تاخدهم identical. The bots are made from plain carbon steel 30 CA. السيجما هير في التنشن 400 ملي متر سكوير. فاكتور اوف سيفتي از 2.5 لجرمن ذا سايز اوف ذا بوتس. يبقى حاجة زي كده بنجيبها واحدة واحدة. أول حاجة في المسألة بكتب الجيبن. إيه الجيبن؟ مديني بي بتساوي 10 كيلو نيوتن، مديني سيجما هير بتاع الماتيريال بتاعت المسامير في التنشن 400، سيجما هير في التنشن بتساوي 400 نيوتن بير مليمتر سكوير، مديني فاكتور سيف 2.5، مديني الإكسنتريستي بتساوي 500 مليمتر. طبعا اداني بعدين تانيين بس انا ما ذكرتهمش هنا عشان دول لازم نذكروا على الرسم. اول حاجه اول خطوه في اي مساله بجيبها في الريسبل شير ستريس، يبقى تاو لان المسامير دي كلها واقعه تحت شير، برايمري شير وسكندري شير، يبقى بجيب التاو. التاو بيساوي تاو بالريسبل بيساوي سيجما يير في الشير محسوبنا على الفاكتور اوف سيفتي. سيجما يير في الشير بتساوي سيجما يير في التنشن على الفاكتور اوف سيفتي، يعني نص في 400 على 2.5 تطلع 80 نيوتن بير مليمتر سكوير. بعد كده بيقول لي برايمري اند سكندري شير الخط رقم 2 اللي هو هيجيبها عايز يجيب. قال لي المسافه ما بين نقطة واحد وثلاثة 150، نقطة واحد واثنين 100. يبقى المسافة دي اقدر احسبها اللي هي ار واحد اقدر احسبها ولا لا؟ المسافة دي كده تساوي 100، المسافة الرئيسية تساوي 150. يبقى جذر التربيع ال 100 تربيع زائد 75 اللي هي نص ال 150، 75 تربيع تطلع ايه؟ 125. دي اللي هي بتساوي ايه في الار؟ ار واحد وار اثنين وار ثلاثة وار اربعة كلهم زي بعض، كلهم بيساوي كام؟ 125. جبناها منين؟ من المعلومات اللي هو اداها لنا وقال المسافه بين واحد واثنين 200 يبقى نصها 100، المسافه بين واحد وثلاثه 150 نصها 75. من فيثاغورس قدرت اجيب المسافه ما بين جي الى النقطه واحد تساوي المسافه بين جي الى اثنين، ما بين جي الى ثلاثه، ما بين جي الى اربعه، وطلعناها بتساوي كام؟ 125 ملي متر. يبقى المسافه دي قلنا بتساوي 125 ملي متر. طالما في الجزء اللي فوق في سيمتريه، الجزء اللي فوق زي الجزء اللي تحت، يبقى ممكن اخد الجزء اللي فوق بس. ينفع؟ اه ينفع. ممكن اخد الجزء اللي تحت بس؟ اه ينفع. ممكن اخد الجزء الشمال بس؟ ينفع؟ يعني اخد واحد وثلاثه ينفع؟ او اخد اثنين واربعه ينفع؟ ها؟ كله ينفع بامر الله. يبقى اقدر اخد واحد واثنين بس، ليه؟ لان البرايمري شير على الاثنين واحد، لكن السكندري شير ممكن يختلف والفورسز اللي هنا اتجاهاتها مختلفه. ممكن السكندري شير كمان يطلع زي ما هو بس الفورسز هنا اتجاهها مختلفه، وبالتالي المحصله بتاعت الفورس اللي هنا هتبقى غير المحصله بتاعت الفورس دي، لكن المحصله بتاعت الفورس دي هتبقى زي المحصله بتاعت الفورس دي، المحصله بتاعت الفورس دي هتبقى زي المحصله بتاعت الفورس دي، وهكذا. يبقى يجوز ان انا اخد واحد وثلاثه مع بعض، يجوز ان انا اخد واحد واثنين مع بعض، يجوز ان انا اخد اثنين واربعه مع بعض، مفيش اي مشكله خالص. نيجي الاول الدايركت شير، نقلنا القوة هنا عند نقطة جي، نقلناها منين؟ من المسافة اللي كانت تبعت 500. يبقى الفورس اللي عند جي دي هتديني دايركت شير على الأربع مسامير دول مقداره قد إيه؟ مقداره 10,000 على 4، يعني كل
بولت من الاربعة دول نصيبه دايركت شير 2500. هذا الشير الدايركت نتيجة انتقال الفورس دي اللي هي 10 كيلو نيوتن الى نقطة جي. طيب هي هتتنقل لوحدها كده ولا هتتنقل معاها حاجة؟ هتتنقل معاها حاجة. الحاجة دي مقدارها ايه؟ مقدارها مومنت اسمه بي في اي 10000 في كام؟ في 500. تمام؟ يبقى البي 1 دبل داش بيساوي سي اللي هو ار واحد على مجموع مربعات الارات مضروب في بي في اي. يبقى بعوض في المعادله دي على طول بجيب ايه؟ بجيب قيمه البي 1 دبل داش. عندي ار واحد تساوي ار اتنين تساوي ار تلاته تساوي ار اربعه تساوي ار، يبقى دول اربعه ار سكوير. وعندي ار واحد بتساوي ار، الار دي من عند فوق، يبقى عندي بي في اي على 4 ار البي 1 دبل داش بتساوي بي 2 دبل داش بتساوي بي 3 دبل داش بتساوي بي 4 دبل داش. دول بتساويهم مقدارا، لكن هل بتساويهم اتجاها؟ لا. لا ليه؟ ها؟ عشان ده مومنت، لازم الفورس اللي هي بي 2 دبل داش تكون عمليه على الخط الواصل من جي ل 2. فورس ال بي 1 دبل داش تكون عمليه على الخط الواصل ما بين جي وما بين 1. يبقى جبنا قيم الفورس، عشان كده احنا خدنا 2 مش زي بعض، ممكن اخد 1 و 3 او اخد 3 و 4 او اخد 2 و 4 او اخد 1 و 2. تمام؟ يبقى جبنا قيمه السكند شير بيساوي 10000 نيوتن او 10 كيلو نيوتن وجبناها. شفت بقى ان السكند شير بيبقى اربع مرات قد البرايمر شير، وده الاسوء. طيب بعد كده بنعمل ايه؟ نجيب الزاويه سيتا دي كده. الزاويه دي والزاويه دي كام؟ 90. ودي بتساوي ايه؟ الزاويه اللي انا مشاور عليها دي بتساوي ايه؟ ها؟ عارف الزد اهو، ده زد بس ايه؟ يبقى الزاويه دي بتساوي كام؟ سيتا. الزاويه دي سيتا والزاويه دي 90 والزاويه دي والزاويه دي 90، يبقى الزاويه دي سيتا. اذا احنا عارفين ان دي ده 1 دبل داش عموديه على الخط اللي هو 1 جي، وتبقى الزاويه دي سيتا معروفه. وعرفت البي 1 في الاتجاه ده، وعرفت البي 1 دبل داش بتميل بزاويه سيتا، يبقى اقدر على طول اجيب ايه؟ احلل البي 1 دبل داش الى مرتبتين. يبقى جبت تان سيتا بتساوي ايه؟ المقابل على المجاور 75 على 175، يعني سيتا جبناها بتساوي 36 وكسر. يبقى البي 1 اهي اللي هي بتساوي مركبه البي 1 دبل داش الافقيه اللي هي بي 1 دبل داش ساين سيتا. بي 1 دبل داش ساين سيتا هي المركبه الافقيه لبي 1. تمام؟ والمركبه الراسيه بيساوي بي 1 دبل داش كوساين سيتا، مطروح منها ايه؟ البي 1 داش. اهي دي الاتجاه ده بتاع البي 1 معكوس، هو اللي عاملها مشمل بس اتجاهها لا سوري ده اتجاهه ده اللي معكوس. تمام؟ يبقى جبنا القيمة دي المركبة الرأسية والقيمة دي المركبة الأفقية، حصلناهم جبنا قيمة ايه؟ البي 1. البي 1 تساوي بي ايه بكده بالفقاطة؟ ها؟ هتساوي بي 3. أو المومنت اللي بتعمله بي 1 هو المومنت اللي بتعمله بي 3. طب أجيب بي 2 بيساوي أدي بي 2 أهو. المركبة الأفقية لبي 2 هتبقى بي 2 دبل داش ساين سيتا اهي. المركبة الرأسية بتساوي بي 2 داش زائد بي 2 دبل داش زائد مش ناقص بي 2 داش. محصلة الكلام ده بيساوي 12093. يبقى هجيب التاو هاخدها على ايه؟ على الأكبر.
الفورس الاكبر. اخذنا تاو بيساوي تو على ايه، التاو بيساوي 80 والبي تو بيساوي 12093 مقسومة على الاريا اللي هي باي على 4 دي سي تربيع. يبقى طلعنا من هنا دي سي، دي سي هنطلع دي بتساوي دي سي على 1.8 طلعناها، وبعدين جبنا الديامتر بيساوي 17 وكسر يعني 18 لما اروح تيبل 7.1 اجيب البوكة اللي هي الطريقة دي. المسألة دي زي دي بالظبط، زي اللي فاتت بالظبط. هتقولي انت بالثلاثة دول عطلت مستقيم، هقول لك ماشي بس امتى؟ لما يكونوا في حالة او الفورس دي بتشد كده يكون معاك التنشن مش هعمل الكلام ده، لكن لما يكونوا في حالة الشير ايه اللي هيحصل؟ هيبقى عندي اثنين دايركت شير وترانسفير شير. بس القصه اللي بتحصل ايه؟ ان هيحصل لي ان عند النقطه اللي في النص دي دي هتبقى موجوده، وبالتالي الفورس دي مش هيبقى عليها سكند بريشير. ليه؟ حد يقول لي. شوف بس انت النقطه رقم 2 هيبقى عندها برايمري شير فقط بيساوي دي على 3، مش هيبقى عندها سكند بريشير. ليه؟ مفيش مومنت. ليه؟ عشان السكند بريشير مضروب في ايه؟ مضروب في ايه؟ في الار، والار بتاعتها هي المسافه بينها وبين السي جي. مفيش مسافه بينها وبين السي جي صفر، هتبقى البي 2 دبل داش بتساوي صفر. ونحل المساله زي المساله اللي فاتت على طول. اقفل الفيديو ولا ايه؟ اقفل الفيديو.